معانا تليفون مهم وتليفون من اعلامي كبير اعلامي متميز استاذنا الجميل الاستاذ حامد عز الدين. مساء الخير يا استاذ حامد. مساء النور يا كابتن خالد. انا الحقيقه يعني سعيد ان انا اكلمك لسبب اساسي هو انك انت الوحيد اللي يمكن محدش هيفتكر يقول لك مبروك هذا النجاح في هذا الاستوديو الفريد من نوعه، لانه كان الاستوديو التحليلي الاول للكره الطايره سيدات اللي بتقود انت فيه مجموعه من بطلات مصر والنادي الاهلي الكبار بزعامه الكابتن يسرى عبد الكريم وقبلها الكابتن منى عبد الكريم. النقطه الثانيه انه انا وانا بتفرج على الماتش النهارده تحديدا كنت بفتكر حاجه من 3 شهور انه النادي الاهلي كان بيلعب نهائي البطوله العربيه للطايره بنات وكانت بين النادي الاهلي ونادي قرطاج، وكان النادي الاهلي ناقصه السلاح الاهم وهو جمهوره الذي منع منه، وكان يوم بالنسبه لي يعني شديد الصعوبه لانه بنات الاهلي خسروا رغم ان هم دايما دايما بيكسبوا الماتشات النهائيه، لكن خسروا ويعني كانوا ند وكانوا كويسين بس ما كسبوش البطوله. فانتظرت اليوم اللي هم يعني يحققوا الرد على اللي حصل. النقطه الثالثه النهارده الحقيقه انه بعد الشوط الاولاني اللي ما كانش اكتمل فيه جمهور النادي الاهلي وخلص الشوط بفرق 4 نقط لصالح القرطاج التونسي، فجت الكاميرا على وش الكابتن محمود الخطيب فانا لقيته زعلان جدا، لكن انا عارف ان ربنا بيحبه وانه اللي جاي هيبقى اجمل، وعشان كده كانت فرحتي مضاعفه للمره الثالثه بالاهلي وهو يرفع كاس البطوله العشره او النجمه العشره لبنات الاهلي. يبقى هؤلاء البنات جميعا بلا استثناء التي نجحنا في تحويل خسارة صادمة في الشوط الأول إلى اكتساح كامل الشوط الثاني واكتساح أكتر في الشوط الثالث وإنهاء للمباراة يعني بتفوق شديد الوضوح. والحقيقة كانوا هم كلهم يستحقوا أنهم ياخدوا أحسن لاعبة كل واحدة في مركزها، لكن إحنا منظمين البطولة واحنا عندنا كرم وهذا يسعدنا. اما جمهور الاهلي فلا اجد كلمات ابدا ولا اي حروف من اي لغه تستطيع ان تعبر عن التقدير له هذا الجمهور العظيم اللي كان بترتج صاله الامير عبد الله الفيصل رغم اننا على بعد يعني عشرات الكيلومترات من مكانها، لكن احساسي بصدق هذه المحبة وهذا العشق الذي صنع من الأهلي دوما كيانا مختلفا عن أي كيانات أخرى في أي مكان في العالم. مرة تانية شكرا لك، أنت صنعت استوديو كان أهلاوي بصدق، أهلاوي بحق، أهلاوي بجمال، أنت وأول محللات للكرة الطائرة للسيدات في تاريخ مصر. استاذ حامد اكيد ده بيتنا الكبير، بيتنا اللي احنا كل الاهلاويه لازم يكونوا متواجدين فيه، ونجماتنا دول ياما تعبوا في الملاعب حقهم علينا وحقنا كلنا نستمتع بيهم ونفخر بيهم. كلام فوق الرائع عن جماهير النادي الاهلي، لان هي فعلا جماهير النادي الاهلي هي الاساس في كل البطولات. لكن لازم اسالك السؤال، اول مباراه خلصت فكرت تتكلم مع مين؟ أو أول مباراة كان نفسي أكلم الكابتن بيبو، تمام، الكابتن محمود الخطيب. ليه؟ لأنه شعور القلق اللي هو كان فيه بعد الشوط الأولاني اللي كان واضع عليه، فأنا رجوت الله ألا يخرج محمود الخطيب إلا وهو يعطي الكأس للاعبة الأهلي. الحمد لله. وإمتى تيقنت تماما ان النادي الاهلي على مناصه التتويج خلاص؟ في اي شوط؟ الشوط الثالث، لانه هو خلص 25-11 وكان الفرق بيطول كمان، فكان واضح ان خلاص يعني ايه
الفرق في المستوى محسوم لصالح بنات الاهلي. انا مش عايز اقول عليهم رجاله ولا حاجه، لا ما جميلات الاهلي، لا بنات الاهلي الاكثر قوه والاكثر تحمل والاكثر ثبات انفعالي، مش هم رجال. لا يعني عندما يفوز رجاله الاهلي ان شاء الله في البطوله يا رب اللي هتبدا كمان كام يوم، بطوله افريقيا، هنقول هم قلدوا بنات الاهلي وستاته. تمام يا استاذ حامد، بشكرك شكرا جزيلا على كل الكلام الرائع الجميل اللي قلته لنا، لكن اكيد اداره القناه بتقوم على تطوير كل القناه وتطوير البرامج، وهي دي اداره القناه اللي معودنا عليه. ويعني ورانا فريق عمل كبير، كل الفريق العمل كان فعلا تعبان عشان يطلع حاجه كويسه جدا لجماهير النادي الاهلي، والاشاده بتاعت حضرتك دي اشاده كبيره جدا جدا علينا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا.